هذول الصغار اطفالي اطفالي شنو ذنبهم؟ استاذ نجم ثق بالله اذا اراويك الحادثه السياره تحترق وانا واقف على اطفالي لا استطيع ان انقذهم. يعني اسال الشرفاء يقبل رئيس الوزراء ابنه يحترق قدام عينه وما يقدر يطلع ليش؟ انت بس خلي اتعرف على حضرتك، انت عندك بناتك انكتوا بالحادث؟ انا جاسم والد الضحايا الاطفال واخي الكبير وزوجة اخي ورضيعتي وابن اختي وابن خالتي، من شهداء من عائلة واحدة. زين انت ليش تعرضت؟ انت مطلوب تشتغل لك ويا حزب، تشتغل سياسي، عندك طلابة عشائرية، اجوا وكتلوا منك 8 ليش؟ شنو الاسباب؟ شو تفسرها انت؟ والله استاذ بالحقيقة انا امام قناتكم الكريمة، انا رجال لا سياسي ولا عندي عشائري طلابة عشائرية ولا نزاع عشائري ولا خلاف ويا كائن من يكون من المواطنين بالخصوص بقضاء المقدادية، ولا عندي عداوات شخصية، ناس بسيط مزارع، أنا رجال مزارع محافظة ديالة. قبل 4 أيام 5 تعرضون من هذا الحادث الإرهابي الجبان، عصابات خارجة عن إطار الدولة وعن الدين الإسلامي، لو لا ينتمون للدين الإسلامي ما يحرقون الأطفال. حتى في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النساء والأطفال ما لهم علاقة، بس ما أعرف هذول من يام اللي ينتمون منها. بس أسفي على الحكومة المركزية لحد هذه اللحظة لم تتخذ أي إجراء، وشكلنا لجان وعزنا لفلان ولحد هاي اللحظة ماكو أي نتيجة. مجرد قامت قوة باحتقال ابن عمي وشقيقه اللي انقتل بالحادث، وجاي يسوفون القضية يقولون لي أنه ابن عمك هو القام بالعملية، وصار لأربع أيام معتقل في مديرية الاستخبارات ببغداد. أسألك ما بالله، هذا الشخص ينطي أخوه وأخوه الثاني مصاب وولد عمه وأطفال يقوموا بهاي العملية؟ شنو من هاي ضمائر عندكم؟ ليش تسوفون هذه القضية؟ أنا أستاذ نجم من خلال قناتك الكريمة ومن خلال المشاهدين أطالب الدول العربية، الدول العربية أطالب قطر، أطالب السعودية، أطالب الكويت، الدول العربية، نحن أكثر من 200 عائلة في المقدادية من عمامي وأقاربي معدين ومستعدين إلى الرحيل، لا يستطيع العيش في محافظة ديالة وبقضاء المقدادية بالخصوص، لأن ما بها أمان، الدولة عجزت عن الأمان للناس. أقسم بالله أنا وعائلتي وأكثر من 200 عائلة راح ننزح، نطالب منظمات المجتمع المدني، الدول العربية مثل ما ذكرت أن تفسح لنا المجال حتى نروح يومهم نحافظ على باقي عوائلنا. كفى كفى، لماذا الكبار قول بالله عندهم ذنب، عندهم بالسياسة، عندهم بغير أمور، بس هذول الصغار أطفالي أطفالي شنو ذنبهم؟ أستاذ نجم ثق بالله إذا أراويك الحادثة السيارة تحترق وأنا واقف على أطفالي لا أستطيع أن أنقذهم. يعني أسأل الشرفاء يقبل رئيس الوزراء ابنه يحترق قدام عينه وما يقدر يطلع ليش؟ أين قيادة الشرطة؟ أين دور قيادة العمليات؟ قائد عمليات يتصل بالمراسلين والمذيعين، لا تسوفون القضية، لا تكبرون هذا الشيء من أكبر من طاقته. ليش؟ لماذا؟ ليش؟ وين سيد طالب الموسوي مسؤول المحور مال الحشد؟ ما وصل، ما جيه، المسؤولين ماكو، بعض من النواب جاي ياخذ يعزوني، انا ما اريد تعزيه، اريد تجيب حقوق اطفالي، اطفال عائلتي اللي انتبحت. لماذا؟ اسالك باب الله ولبين ضيفيك الكريمين اللي جاي يسمع، من واحد من عندكم يتقبل هذه المصيبه؟ وانا من خلال قناتك هذا كلامي الاخير عنكم ايها الدول العربيه الشريفه وعلى راسهم محمد بن رئيس دولة قطر، افسح لنا المجال المقدادية. يا ابن عمي خليني اقول لك شيء، انت عايش في بلد لا يختطفه هؤلاء الشراذم، لا فلان ولا فلان، وحياتك حقك يجي غصبا عليهم،
حقك يجي، حقك يجي غصبا على شواربهم عوداتك. استاذ نجم زين، احنا كل احنا عراقيين وياك وياك زين. استاذ نجم اذا تسمعني ومن خلال قناتك الكريمه، اذا تحب اراويك اكثر من 58 شهاده وفاه حادث ارهابي لعائلتي، والدوله ما استطاعت انه تحميني. واخر قضيه هاي قبل 3 ايام، اطفالي واخي وابنه من يا امام، انا رجالتي انا تبيني وافتخر بهذه القبيله المجاهده المضحيه. ولكن من خلال قناتك اناشد منظمات المجتمع المدني والدول العربيه يا ابن عمي، والدول العربيه يا ابن عمي، الدول العربيه ان لم تستطيع ان تقدم لي هذه الخدمه، اناشد الدول الاوروبيه، اناشد الكفره الحمايه لاطفالنا ونسائنا. ما نقدر نعيش استاذ نجم، ما نقدر قضاء المقدادية بعرة عن إرهاب، عن إرهاب داعشي، عصابات خارجة عن القانون، التهريب، المخدرات، وسط الأطفال، وسط النساء، وسط الطالبات بالمدارس. الله أكبر على المقدادية. إذا سقطت المقدادية استاذ نجم، إذا سقطت المقدادية ومحافظة ديالى، اعلم أن بغداد والمحافظات سقطت تماما. أنا أشكرك.